برنامج مطبخي. اليوم عندنا طبق رئيسي الكل اتفقوا انه طيب ولذيذ. اصل الطبق هو من البصرة، طبعا نطبخه كل العوائل تسوي بطرق مختلفة. انا اليوم راح اسوي لكم اياه بطريقتي الخاصة، لان مثل ما تعرفون انا شغلي اطور بالاطباق. نروح نشوف المقادير شنية وشنو الطبق مال اليوم. شفنا شنو الطبق الرئيسي مال اليوم اللي هو مطبق السمك مالتنا. مثل ما قلنا ربات البيوت وامهاتنا يسووه بطرق كلش هوايه. احنا اليوم طبعا بالبصره معروفين يستعملون انواع سمك كلش هوايه ويا الجسمه ويا مطبق سمك، من ضمنها الزبادي. الزبادي كلش طيب. احنا اليوم استعملنا الكارب وراح نسوي مطبق سمك على طريقتي. اول شيء راح نسويه، راح نجيب قبل ما نسوي البصل، انا جبت السمك نظفته قصقصته ملحته، خليت له بس شويه كاري وشويه كركم وشويه زنجبيل مطحون، وبعدين قليته قبل ما نبدي البرنامج، لان تعرفون وقت البرنامج ملح كل هاي الاشياء نسويها. صار عندي جاهز بهذا الشكل. راح نبدي نكرمل البصل ونكمل بقية الأشياء. شنو الأخبار؟ شلونكم؟ أنتظركم، أنتظر اتصالاتكم جوه، أرقام التليفونات موجودة تحت بالشاشة. راح نبدي نكرمل البصل. طبعا امهاتنا كانوا شي يسوون، مو يقلون السمك، يخلون شويه من الزيت مال السمك يقلون بيه البصل. اني ما سويت هيجي، لان اني ما احب الزفره مال السمك تبقى بالتمن. اني راح اضيف له بعض الاشياء راح اشرح لكم عنها، راح تعطي طعم اطيب. طبعا هاي الاكله اتطورت بهوايه بلدان، قسم سموها صياديه، ضافوا لها روبيان، خلوا لها صلصه طماطم، هوايه شغلات كل واحد يسويها حسب